ما استطعت أن تقوم بحل مشاكل أحدهم أو مشاكل العديد من الناس، كلما كان ربحك أفضل ودخلك جيد، لا على مستوى المال أو على مستوى أشياء واعتبارات أخرى. إذن هذه من المنتوجات التي تحل المشاكل ويمكن تحقيق دخل ولو بس محترم جدا منها، ليس بسيط إنما دخل محترم. هذه التي تعلق في المراحيض ودورات المياه، رغم أنها من أقدم ما يكون، إلا أن الجميع يتناساها مشتغلا مع المأكولات. هذه التي حبة الكافور التي توضع داخلها هكذا تنسى غالبا، لكن يجب عليك إحضارها مرة أخرى إلى الأسواق أنت بصفتك موزع السلع. هذه الأثمنة عند ذكرها تخلق مشاكل هنا، إذن عندما تقوم بالبحث لنفسك فسوف تكون هناك نتيجة جيدة. هذا إنه الطبشور المعجزة أو الطبشور السحري، هذا ميد إن تشاينا، هو من الصين ولا زال يستعمل إلى اليوم، وهو أفضل من الكثير من الأشياء حقا، رغم أنه قديم جدا ورغم أنه نسي، لكن قم بإحيائه مرة أخرى. هذا الطباشير عندما تقوم بوضع حدود به إما للصراصير وإما للنمل أو غير ذلك، وإن كنت أحن على النمل للصراصير وغير ذلك، فإنه بمجرد أن تلمسه تلك الحشرات فإنها تصبح في خبر كان. والثالثة عندنا هنا هي هذه ماكينات الحلاقة التي تركب فيها الشفرة. الكل الآن يعرف الآلات الجاهزة والتي هي أفضل من هذه بكثير، إلا أن هذه تحل مشاكل لا يعرفها إلا من يبحث عنها. هذه تحل بعض المشاكل التي لا تحلها تلك الجاهزة، وهذه نسيت في السوق ويجب عليك مرة إلى أخرى أن تعيدها إلى السوق بصفتك بائعة وموزعة سلا، أن تعيد إحيائها من جهة أخرى. وتذكروا أنه يجب أنها تحقق دخلا محترما وجيدا، وليست العبرة بكم تربح بل كي أن تحافظ على ما تربح ولو كان قليلا مع استثمار جزء ولو قليل منه على المدى المتوسط أو البعيد. إلى اللقاء أيها الأصدقاء.